الله عمرها دار عزيز عليا هذا السيد، معقول معقول ومخلص مع الله سبحانه، دار داكشي للصحراء وقف كلشي. واش كتعتقد بانه بوغيطا هو اللي غادي يخطط السياسه الخارجيه للمغرب؟ لا، كيتسنى يقولوا لي دير هادي كيديرها، كيقولوا دير هادي، يمكن له يقولوا اليوم قول ايه، غدا عيطوا له يقول قول لا، غادي يقولها. ماشي راجل يفكر في استراتيجيه، واش فهمتي؟ وسي بوغيطا هذا الراجل هذا لا يعبر على استراتيجية، يعبر على اداره. نعم، احسن وزير يخدم، معتبر معتبر من القلب الخالص. أن أكون مخلصا لديني ولملكي ولوطني وأن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة. أحسب رضا أحسب الكاسكي صعب المقص حرك العمالية والأنشطة قبل المقص. وابو ريطا والهواوي وقاتلك مك وسير الله يرضي عليك. كان هذا تعليق على الاستطلاع الرأي اللي نشرناه على صفحتنا باش تختاروا نتوما الشخصيه المغربيه لسنه 2021. قلنا لكم اختاروا شكون اللي دارها زينه وشكون اللي يستحق يدي شخصيه السنه 2021. جاتنا بزاف ديال الاراء وكلها واش اختار. رأي تيقول كلهم قاموا بالواجب الذي التزموا به وأقسموا عليه، عكس محمد المكي مول الخبزة فهو قام بالواجب الإنساني العفوي والذي لم يفرضه عليه أحد سوى أخلاقه وضميره، لذا يستحق أن يكون شخصية السنة من وجهة نظري. عيش عطاف تتصوت كذلك على السي محمد المكي مول الخبزة وتتقول كلهم يستحقون الاحترام، مع فارقهم يقومون بواجبهم وعملهم السياسي، والسي محمد قام بما يقتضيه الحس الإنساني والضمير، فغادي نصوت للرجل البسيط والمواطن حق سلمكي. اما الحساب اسم الايوبي صلاح الدين كان عنده راي اخر واختار البطل سفيان البقالي اللي جاب اول ميداليه ذهبيه في اولمبياد طوكيو، وقال صراحه كاملين يبغيو الخير للبلاد وخدامين على البلاد، وانا نختار سفيان البقالي جابنا ميداليه ذهبيه في الالعاب الاولمبيه. اما سيمو جندي تيقول انس زنيتي هو الوحيد اللي فرح المغاربه شحال من مره. كومونتير اخر ديال عبد الكريم بوكادير. اما رشدي شي تيصوت على ممثل المغرب لدى الامم المتحده عمر هلال، وتيقول يقول عمر هلال المدافع الشرس تقارير ديالو باش كيتمشى ناصر بوريطة المهاجم. اما بات ازار تيبان ليه ان ملاح حفيد العالمي هو شخصية السنة. لاول مرة اراكم تناسيتم او نسيتم الشخصية التي ادخلت المغرب في دائرة الكبار. لاول مرة في حياتي كلها اتذكر وزيرا كالسيد العالمي الذي يستحق ان يكون في اللائحة. هذا لا ينقص بدون شك من اي شخصية جاءت سابقا، لكني رأيت اجحافا في حق هذا المغربي المثابر. وكاين اللي عنده رأي مختلف تماما وقال لك السيدي منعيم انا في نظري هذا اللقب يجب ان يتم منحه للشعب المغربي مسكين اللي دوز اكفس سنتين في حياته ومازال عايش وصابر. وعدناكم ان اللي غيفوز باكثر عدد الاصوات غادي نديروا عليه حلقه خاصه، وكانت تصويتاتكم على شكون؟ قاهر الاعداء فارس الدبلوماسيه المغربيه. سيداتي سادتي حلقه اليوم المايسترو مول المقص الماضي الدينامو صاحب الانجازات الكبيره الذي ارعب الخصوم، ومول تبسيم الهادئه اللي مدرقه مراها دبلوماسيا شرسا من العيار الثقيل. الشخص اللي تقول له السلام عليكم يقول لك تسنن حل شي قنصليه في العيون للداخله والرد عليك، مدافعا عن مصالح المغرب محطما الرقم القياسي في افتتاح القنصليات بالصحراء المغربية. حلقة اليوم معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الصنديد ناصر بوريطة يمعدبهم بأعصاب باردة وصوت خافت كيحرك بيادقه في الرقعة باش يدبر الأزمات طارئة ويدير الشيكيمات للملفات الشائكة، وبالتباتة وبالرزانة كيدريب لي الدبلوماسية الخارجية كيف ما كيدريب لي ويجونغ لبورة في تيران بوشكاس أرينا بالعاصمة بودابست. بس قالوا عليه شلابك وكلام بعد ما شافوه بدل الحمار بالعود المسرج كل شي فيه يتفرج، هل اللي قال باسنانه، هل اللي قال دارتها قرايته وحلاوه لسانه، وهل اللي قال المحساده بانه كلها واش يقول. كاين اللي ما حاملوش وتيقول هاد بوريطه غيبقى يتراونا حتى غيجيبنا في خلا دار بانه، وشي نهار غيجيب لنا شي حرب حنا ما قادين عليها، اش دانا نقطعوا العلاقات مع المانيا، حنا نقدوا على المانيا، وغيبقى يتمزبق حتى غيدخلنا لشي نفق ما نخرجوش منه. وان دوك القنصليات ديال الدول اللي حلات في العيون اصلا ماشي شي دول نيت عندها شي وزن في المنتظم الدولي، مع احتراماتنا لكاع الدول هايتي وجزر القمر وساوطومي ومالاوي، وجبنا شي دوله اوروبيه نيت. وكاين في الجهه اخرى اللي حبوه وهما اكثر تيقولوا عليه الرجل المناسب في المكان المناسب. الله يعطيه الصحه حمر لينا وجانا، دار داكشي للصحراء وقف كلشي وغادي بالمعقول، معتبر معتبر من القلب الخالص.
حتى نوزل هذا النداء هذا، الله يعاونك. وعاد كاين وحدين اخرين اللي تيقولوا راه ماشي هو اللي دار هذا الشيء، هو راه غير موظف، داك الشيء اللي قالوا ليه راه تيديروا لا اقل ولا اكثر. كيقولوا له قول هادي ما تقولش هادي، دير هادي ما دير، وهو طبق الاداره وفي الامتداد والتعليمات. واش كتعتقد بان بوغيطا هو اللي غادي يخطط السياسه الخارجيه للمغرب؟ لكن شنو كتعرفوا على ولد الشعب ناصر بوريطا وشنو هو مساره الدراسي والمهني، وعلاش بالضبط هو يعين الملك كوزير الخارجيه؟ واش هاد الانجازات هو اللي دارها ولا هو غير كينفذ التعليمات من الفوق؟ قالوا ليه دير هادي غيديرها، قالوا ليه ما تقولهاش ما يقولهاش. واش من حزب كينتمي السيد ناصر بوريطا؟ ها نتوما شوفوا تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، ما تزقلوا والو، اعطونا لايك واشتركوا في القناه، تابعوني على الانستغرام، ها هو الانستغرام، على بركه الله نبداو. ١٩٦٩ المكان بين جبال الريف الشامي خمدين التاونات بأعماق المغرب المنسي، تزاد ناصر بوريطة بدوار حجر معبد العشايش من عائلة فقيرة مع أولاد درب العبحابة وعشيشة وجري وعمود الزيت وقاشقاش وكركرة عين السبع. أرسو معالمي فوق القمم، أنا فنان كان هو أول نشيد حفظ منين دخل يقرا في المدرسة العمومية، وعمرو قرا بريفي. ولد الشعب منين كانوا كيسولوا والدي شنو باغي تولي يا وليدي منين تكبر، كان كيقول لهم باغي نولي شي حاجة. من صغره كان سكوتي ومجتهد، ذكاء وسرعة البديهة خلاته يتميز على أقرانه في المدرسة، ومن صغره هو كيتكراسة مع الوالة في القسم. منين شد الباك قال اش غندير ما ندير، أرا سيدي نتبع القانون، ومشى يكمل قرايته في جامعة محمد الخامس أكدال بالرباط. الاجتهاد والمعقول خلاه يفاليد الموديلات ديولو ويجيب لا ليسونس في القانون العام للعلاقات الدولية من لافاك العلوم القانونية والاقتصادية في العاصمة الرباط. 1993 بتفوق خد دبلوم الدراسات العليا تخصص العلاقات الدولية، عامين مورها غادي يحصل على دبلوم اخر ديال الدراسات العليا في القانون العام الدولي. اما في المسار المهني، بوريطة ماشي جديد على الخارجيه وعلى العمل الدبلوماسي، فمن بكري من 1992 حتى 1995 كان خدام كاتب الشؤون الخارجيه في المديريه العامه للتعاون الشامل في وزاره الخارجيه والتعاون، وبدا غادي بشويه بشويه كيتسلق المراتب. سير كمل ما فيها عيب. 1995 تعيين بوريطة ككاتب اول في سفاره المغرب في فيينا، وبقى في المنصب الخمس سنوات. سنة 2000 غادي يولي مستشار في المديرية العامة للتعاون الشامل والعلاقات، وزيد في 2002 حتى 2003 تم تعيينه كمستشار في بعثة المغرب لدى المجموعة الأوروبية في بروكسل. 2006 حتى 2009 رئيس قسم بمنظمة الأمم المتحدة، ومن بعدها مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية داخل وزارة الخارجية. صافي حبس لا، 2011 تم تعيينه كاتب عام في وزارة الخارجية، وفي 2016 قدر يحظى بالثقة المولوية ويعينه الملك كوزير منتدب عند وزارة الخارجية. وعاد في 2017 الملك غادي يعين ناصر بوريطة كوزير الشؤون الخارجية والتعاون في حكومة سعد الدين العثماني، وقرا القسم أمام الملك. الله يعاونك، قال لك سيدي أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ولملكي ولوطني، وأن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة، أن أخدم الصالح العام صاهرا على سيادة المغرب ووحدة ترابي. الله يبارك. تتقول الحكمة أفضل دفاع هو الهجوم. بهذا المنطق خدام ناصر بوريطة في الحقيقة هو غير وزارة الخارجية من موضع دفاع إلى هجوم، دخل قلوب المغاربة وكسب شعبية كبيرة لدرجة أنه تنزل الشارع وتسول المواطن البسيط على هذا الرجل، غادي يجاوبك بإيجابية ويقول لك هذا السيد خدام الله يعطيه الصحة، إنسان مناضل وكيهضر على الصحراء المغربية وما شاء الله عليه، يعني عنده سيد وزير بمعنى الكلمة ودار مجهودات كبيرة، زعما كنا عطى بزاف سميتو، وهذا راه بحد ذاته راه انجاز. صعيب يحقو شي واحد كيمارس العمل السياسي في المغرب. دخلنا عليكم بالله، فين كنا كنتخيلوا في شي نهار يكون عندنا رجال اكفاء ولاد الشعب، ولاد المدرسة العمومية ماشي الفرنكوفونية، اللي فيهم النفس يدافعوا على بلادنا هكذا قوة وحرقة، لدرجة أن في عز المواجهة الطاحنة مع إسبان يخرجوا الجورنانات ديال مدريد يعترفوا بحنكة الرجل. جريدة البايس الإسبانية اللي ديما متهجمة على المغرب نشرات ارتيكل كتعترف بحنكة ناصر بوريطة اللي وصفاته باليد الحازمة للدبلوماسية المغربية، وقالت انه رجل كيتحدث بنبرة صوت منخفضة بصوت لا يكاد يسمع، لكنه كيتصرف بذكاء لا هواد فيه، وكيتمتع بالثقة الكاملة للملك محمد السادس. رجل ما كيعياش ويقدر يتصل بك مع الفجر وفي الويكاند لإبداء موقف وما عندوش مشكل، وهو مفاوض صارم حازم ومخلص لكاع اللي كيتعلق بالدفاع على المصالح ديال البلاد، وهو اللي قطع العلاقة
انتقل اول مره مع اقوى دوله في الاتحاد الاوروبي غير من اجل الدفاع على مصالح المغرب، وهو اللي حرك بجديه المياه الراكده في ملف الصحراء واعطاه واحد الديناميه ناريه ما كانتش. سالات باتفاق امريكي هو بنفسه اللي صاغ البنود ديالو، راه ما كانش هذا الشيء، راه كان غير اللي كيتعين يا اما كيجبد عليها برقده ولا كيتقبل الورقه. ناصر بوريطه ولد المدرسه العموميه وولدها التراب وحامل الجنسيه وحيده ديال المغرب فقط لا غير. وقبل ما نذكروا الانجازات ديال هذا السيد اجي نسولك، واش زعما هذا الشيء كامل داروا بوريطانيت ولا وراه شي وحدين؟ قيدوهم الصحفيين المغاربه خالد الجامعي تيقول على بوريطه انه اصلا ماشي هو اللي دار هذا الشيء، وخا يبان لك هو اللي دار، هو فقط رجل اداري كينفذ التعليمات اللي كتعطى ليه. قالوا ليه دير هذه كيديرها، قالوا ليه ما ديرهاش ما يديرهاش، هو ما ينفذ ما يوحى اليه. وماشي رجل كيفكر في استراتيجيه، ماشي رجل يفكر في استراتيجيه، واش فهمتي؟ استراتيجيه هذا الرجل هذا لا يعبر على استراتيجية، يعبر على اداره. وانه من العجب العجاب ان وزير الخارجيه في شي بلاد ما يكونش منتمي لشي حزب. وسي بوريطه هو كيقولها وشي معروف عليه ليس له انتماء سياسي. الملاحظه الاولى هو من العجب العجاب ان وزير خارجيه في بلاد ما يكونش منتمي سياسيا. وقال كذلك ان الاوامر اللي كتعطى ليه ما كتجيش من رئيس الحكومه. بوريطه الاوامر ديالو لا تاتي من العثماني، لانه الميدان ديال السياسه الخارجيه ميدان سيادي، دونك التعليمات ديالو انا في نظري كلها كتجي من الدول الملك. في الوقت اللي الحكومة المغربية مخلات ما نزلات على الشعب بالقرارات الفجائية والعشوائية ديال سد حل وضرورة الباس فاكسينال والروينة، كان واحد الأمل وكان واحد السيد خدام دق السكات. نبدأ بالهواية المفضلة دياله هي فتوحات ناصر بوريطة في الصحراء اللي فكرتنا بفتوحات الإمام ناصر الدين اللمتوني مات صنهاج اللي تام. 25 قنصلية رسمية تفتحات في الصحراء في مدينة الداخلة والعيون، هالإمارات هالبحرين هالأردن وزامبيا والكوت ديفوار والجابون وزيد وزيد. الحدود البحرية من بعد 14 عام ديال الروطار ترسمات، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية وهذا مشروع تاريخي، الشيء اللي خلق مشكلة مع الجارة الشمالية إسبانيا وبغات ديرنا في كرشها. فكان جواب بوريطة أن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس. الوساطة الناجحة من أجل السلام في ملف أزمة ليبيا المرون باتفاقية الصخيرات، معادلة الند للند مع الأخطبوط الشمالي إسبانيا، واستخدام ورقة الهجرة وقطع العلاقات مع ألمانيا حتى ولات كتزاوج بسبب جبل تروبيك، زير الخنق الاقتصادي للمدينتين المحتلتين سبتهم ليليا، وانتقاد السيادة الإسبانية فيهما بالعلالي، ضمان المشروع ديال أنبوب الغاز للمغرب نيجيريا، والقنبلة اللي جابت تمام. ميمتي الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء بمرسوم رئاسي، وباش تجيب وفد دبلوماسي ديال دولة الميريكان اللي معروفة الخارجية ديالها بالصرامة والحدة في المواقف، وديهم القلب الصحراء المغربية اللي الجارة الجزائر ما تروج ان فيها الحرب، وترحب بهم بحليب الابل والتمر وتلبس لهم حتى صحراوية مهيبة، وديهم المقر القنصلية وتقول لهم شوفوا هذه راه ما سميتهاش الصحراء الغربية والسيرن صحارى، رسميتها الاقاليم الجنوبية للمملكة المغربية ساوتن بروفنسس، وتقول لهم ان هذه ما غتكونش اخر قنصلية، بل مازال كاين الخير ومازال غادي يزيدوا 10 اخرين باش يوصل العدد ل 30، وتكملها بواحد الصورة مطقة دايرين بيك غير هما بدراعهم وملاحفهم وراك مكتوبه بالخط العريض الداخل المغرب، وتزيدها بواحد الضحكه قد قداش ترى خاصك تكون سميتك ناصر بوريطه. نزيدك ضمان 3 مليار دولار كاستثمارات امريكيه في الصحراء، لاول مره دول امريكا اللاتينيه تقوم تجميد علاقتها بالكيان الوامي، جمهوريه البوليساريو على راسهم بوليفيا والجامايكا والبربادوس، والاشاده بالحكم الذاتي في الصحراء تحت السياده المغربيه كحل واقعي بحل البرازيل وكولومبيا، جعل الرباط رسميا مقر وحيد للشركه الامريكيه للتمويل التنمية الدولية، الشبكة الإفريقية للدول الفرنكوفونية تقرر تفتح مقر دائم لها في الداخلة، القرار اللي وافقوا عليه بالإجماع أعضاء مجلس الإدارة، بوروندي والكاميرون والكوت ديفوار وتونس وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية والسنغال، تشهد شيا وخيا بوريطة فينا وغادي. الصراحه هادشي زين، وناصر بوريطه كيدير شي حاجه اخرى مجهده اكثر من الدبلوماسيه، حمر لينا وجهنا وبكل روح رياضيه هاد بوريطه كيستاهل كل درهم كياخذه في داك السالير ديالو، عندك غير نقوسوا عليه. في الحقيقه ناصر بوريطه ماشي بوحدو دار هادشي، كيبقى هو الوجه الاعلامي اللي تيبان، ولكن اكيد انه راه جنود الخفاء تحت القياده الرشيده ديال ملك البلاد محمد السادس. ولكن زقع عليا كنقولها وكنعاودها، راه سيفري ان قضيه الصحراء هي القضيه الوطنيه الاولى، مزيان
نبانوا للعالم واعرين من برا ونهزوا نيفنا للسما ونقارعوا الكبار، ولكن ما نساوش الداخل حيت حنا ماشي في الرويبع داخليا باش ما نبانوش غير العكر فوق الخنونه. وكيف ما السياسه الخارجيه ديال هاد البلاد مجهده وغدا بالتسعين، ورا خاصة السياسه الداخليه تزيد لقدام. خاصنا بوريطه في الصحراء السبيطارات ديال الدوله حالتهم، وبوريطه في التعليم راه التعليم كيعيش مشاكل وازمات وازمه الاساتذه وهادي، وبوريطه في الشغل الناس ما لاقياش الخدمه، وخاص الاهتمام بالانسان والتربيه والتعليم ديال المواطن المغربي، حيت راه كلشي كيبدا من التربيه والتعليم بغيتو ولا كرهتو. ما عندها حتى شي معنى الا مشيتي كتبني ناطحات السحاب والطائرات وكتبيع وكتشري في البترول والاسلحه الا كاع ما استثمرتي في العنصر البشري. راه خاص بناء البشر قبل بناء الحجر. اما داكشي اللي دار ناصر بوريطه في المغاربه كاملين كيفتخروا به، وديما مد المقص يكون المقص واجد. القنصليه اللي جات بسم الله، واذا ضربت فاوجع فان العاقبه واحده، وخلي صياحهم يتسمع من البيت الابيض. وبالنسبه لي انا فشخصيه السنه ماشي هو ناصر بوريطه، وماشي هو عمر هلال، وماشي هو شي واحد اخر. شخصيه السنه سيداتي سادتي هو انت، هو انت بالوعي ديالك وباختيارك للمحتوى الهادف والمتابعه ديالك للقنوات النظيفه اللي كتعطي معلومات، فانت كتستاهل تكون شخصيه السنه 2021. فمبروك عليكم كاملين سيداتي سادتي. حلقه اليوم سالات، شكرا لكم بزاف على المتابعه. ما تنسوش تعطونا لايك، تشتركوا في القناه، تابعوني على الانستغرام. فينا هو الانستغرام؟ ها هو الانستغرام. كان معكم اخوكم وحبيبكم يونس مسرار. السلام عليكم، دوزوا بخير.